السلام عليكم يا أصدقاء. اليوم حنضوي الأنديل 17 من أناديل شهر الرحمة الإلهية. كان يا مكان بقديم الزمان، كان في عصفور صغير كان دايما يسبح الله سبحانه وتعالى وبيحمده وبيشكره على نعمه، لأنه ساعده كمان لبني عشه الصغير فوق غصن من الأشجار بالغابة. وبيوم من الأيام كان هيدا العصفور الصغير نايم بعشه، وفجأة هبت ريح كتير 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 قوية وقلبت له العش وخربته. فاق العصفور هون متفاجئ وخيفان وكمان زعلان عشان الريح خربت له عشه كتير كتير. مرت أيام وهيدا العصفور الصغير حزين وزعلان، عم يسأل حاله ليه ربنا عمل فينا هيك وبعت الريح لتخرب لي وتقلب لي عشي، لأنا ضليتني كتير وكتير عم أعمله واخد معاي كتير من الوقت رغم إني عم سبحه وأحمده وأشكره، وليش حظي هيك سيء؟ هون سمعت فراشي كانت كتير 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 حلوة وملونة كمان، قالت له يا عصفور انت بدل ما تفرح وتشكر ربنا لانه نجاك من الموت قاعد عم تبكي وقاعد حزين لوحدك وعم تعاتب. قال العصفور الصغير انا كيف بدي افرح وبيت انخرب؟ هون قال العصفور الصغير عن اي موت انت عم تتحدث يا فراشة؟ قالت للفراشة الشطورة الأمورة انه انت لما كنت نايم بالعش اللي انت بنيته وتعبت فيه واخد معك وقت كتير، انا ومجموعة الفراشات تحولنا لمجموعات وصرنا نلعب ونمرح ونلهو بين الزهور والورود كمان، وبعدين شفنا حي كبير كبير عم متقرب منك، لو ما ربنا بلطفه لو ما أرسل الرياح عشان تقلب لك عشك وتوقع هيدي الحية عن الغصن كانت بلعتك ومتت. وهون وقف العصفور الصغير مصدوم والدموع عم تنزل من عيونه الصغيرة، وصار يستغفر الله على سوء ظنه بالله وصار يحمده ويشكره عشان الله سبحانه وتعالى أرسل عليه هيدي الريح عشان تنجيه من الموت. والعبرة يا أصدقائي إنه نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى شو ما صار معنا، خاصة بالمصاعب. ونحنا في أشياء ما منشوفها أو ما منفهمها، بس هاي بتكون رحمة إلنا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يا أحبتي ويا أخوتي هو أرأف فينا من أنفسنا ومن أمنا ومن بينا كمان، هو بيعرف مصلحتنا أكتر منا، عشان هيك بدبرنا كل أمورنا لمصلحتنا. فيا أصدقائي ويا أحبتي ويا أخواتي، ما لازم نزعل أو ننقهر إذا صار معنا شيء بعكس ما منحب، بالعكس لازم نفرح لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بكتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم. وعن الإمام الرضا عليه السلام أحسن الظن بالله، فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبد المؤمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. نهاية يا أصدقائي منكون وصلنا لنهاية وختام حلقتنا، على أمل نلتقي في حلقة جديدة وقنديل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.